معديين كده بالصدفة لقينا بوث شكلها غريب قوي وفيها حاجات غريبة قوي، وتخيلنا انها حاجات مستوردة، بس لما عرفنا انها حاجات مصرية لقينا ان ده موضوع مهم جدا جدا ولازم نصوره ولازم نوريه لكم. محمد موافي هيكلمنا على الموضوع ده. ازيك؟ ازيك يا فندم، ازي حضرتك؟ الله يخليك. احكي لي ايه القصه دي وبدات ازاي وايه الموضوع؟ القصه كانت هوايه في الاول، وبعد كده الموضوع تطور ان لقيت ان المنتجات اللي موجوده في السوق كلها منتجات مستورده. أوكي. وللاسف الخامات المصريه الموجوده عندنا هي خامات اعلى من خامات المستورد. طبعا المصري احسن بكتير من المستورد جدا طبعا. جدا وبس كان مشكلتنا دايما كانت بتبقى في الفينش، وده اللي انا حاولت اعالجه لما جت الفكره ان احنا عملنا مصنع. حلو. لتوريد المنتجات ديت وتصنيع المنتجات ديت تبقى منتجات مصريه. انا فعلا وانا معدي فاكرها حاجات مستورده فعلا، لان شكلها والفينش والالوان والموديلات فعلا شكلها مش حاجات مصريه. فيعني الله ينور عليك. الله يكرمك، الله يبارك فيك. احنا كنا حريصين ان احنا ما ننافسش المنتج الصيني. أوكي. انا كنت حريص وانا بصنع المنتجات دي ان انا اكون بنافس المنتج الاوروبي. اوكي. فحاولت اللي هو اعلى ستاندرد. اعلى ستاندرد ان انا اطلع منتج متين قوي وفي نفس الوقت جوده عاليه بفينش عالي جدا. حلو قوي. والحمد لله احنا لما نزلنا المعرض هنا حققنا نتائج كويسه جدا. واسعارنا طبعا بالمقارنه بالمنتجات اكيد مش الصيني. لا مش الصيني، بس اكيد مش الاوروبي. لا طبعا مفيش، يعني اسعارنا في متناول الايد بالنسبه للي عايز جوده عاليه. أوكي. وحاجه متينه. أوكي. وشكل جيد. أوكي. كل ده موجود عندنا اسعارنا في مقابل قارنا بالمنتج الاوروبي. أوكي. مفيش مقارنه ان شاء الله. احنا اسعارنا انا كمان من الحاجات المميزه ان انا شايف ان انت مهتم بشرايح مختلفة، يعني انت عندك مقاسات الحاجات بتاعة الكلاب الكبيرة والهارنس، وكمان مقاسات لو الكاميرا جايبة هنا مقاسات الحاجات الصغيرة، الليش يعني كمان الحاجات شكل الخناقات الجديدة ده والسبايكت كولر ده طالع موضة الناس بتحبها جدا. طب الفرايتي الاسعار هل بيبقى متعلق بالخامة ولا متعلق بالموديل؟ يعني هل في موديلات صعبة في التنفيذ؟ دي حقيقة. لازم ترغمك. دي حقيقة. هي في موديلات بتبقى صعبة او بتاخد وقت ومجهود في التفنيش والتصنيع، فدي بتبقى سعرها ازيد شوية. او في الخامة لو احنا زودنا في الخامة عملنا مثلا طوق زي الطوق الدبل ده مثلا، فبيبقى طوق زي ده مثلا او طوق المضافر او الطوق الدبل ده بيبقى كتير جدا. الكلاب القوية اللي زي البيتبول وزي الماستف مثلا او الكوكيجن، الكلاب القوية اللي ممكن تشد طوق محتاجة حاجة اقوى، حاجة متينة. احنا عاملين حاجة لده. وكمان اغلبية الاطواق عندنا هي في المتانة هي عالية جدا، لان احنا بنشتغل بجلد تخانته 5 مللي. انتوا عندكم مركز بيع او محلات او اماكن معينه، ولا انتوا بتوزعوا على المحلات اللي بتبيع مستلزمات؟ احنا بنوزع على المحلات اللي بتبيع المنتجات ديت، ولنا مكتب تسويق هنا في القاهره في شارع مصر الجديده. أوكي. في شارع المقريزي في مصر الجديده. أوكي. ده عشان يتواصل مع المحلات ونبيع اونلاين كمان للزبون اللي عايز يطلب اوردر بنوصله له لغايه البيت عن طريق شركات الشحن. واسمكم ابسايد داون. ابسايد داون. ابسايد داون. شجعوا المنتج المصري اللي أحلى بكتير من المنتجات الأوروبي، وأكيد جودته أعلى بكتير من المنتجات الصيني. أبسايد داون. محمد موافي وولاده بيساعدوه كمان في المصنع. الله ينور عليكم. ميرسي قوي. شكرا يا فندم. شكرا ليك. شكرا ليك. شكرا.